الله عظيم جدا وهو فوق الجميع في قدرته وعظمته والسماء بتورينا مجد الله والكون بيورينا عمل دينه ويوم ورا يوم الله بيكلمنا وبيورينا عمله ولما ربنا خلق السماء والأرض خلق الإنسان برضو من تراب الأرض ونفخ فيه من روحه الله اللي بيحبنا خلق الراجل والمرأة على الصورة بتاعته عشان يكونوا عندهم علاقة معاه وعشان كده في البداية كانوا بيعبدوا الله وبيمجدوه وعاشوا معاه سوا في علاقة كويسة ويستمروا كده لغاية ما جاء اليوم قال فيه الشيطان جرب حواء وغشاها وأكلت من شجرة معرفة الخير والشر وأدت راجلة كمان وبالطريقة دي الإنسان اتمرد على كلام الله وعمل زي ما هو داير وعشان الخطية دي انقطعت العلاقة بين الإنسان والله والله طرده من الجنة لكن الله لسه بيحب الإنسان وهو ما قاصد يفصل نفسه من الخليقة بتاعته ولكن كيف يمكن لإله عادل وكامل القداسة ما يعاقب الخطية بتاعت الإنسان في الكتاب المقدس الله بورينا الطريقة بتاعته لخلاص العالم إبراهيم كان أول زول شاف الطريق بتاع الله للخلاص إبراهيم كان راجل كويس عشان كده الله قال له أنا حأباركك وأديك أولاد كتار زي رمل البحر وزي نجوم السماء والله طلب من إبراهيم يقدم له ولد ضبيحة عشان يمتحن إيمانه إبراهيم صدق الكلام ووافق يطيع الله ولما رفع السكين عشان يذبح ولده جاء الملاك ووقفه لأنه عرف إنه إبراهيم بيخاف الله ومستعد يسمع كلامه للنهاية وبعدين إبراهيم اتلفت ولقى خروف مربوط بقرونه في فرع بتاع شجرة وشاله وقدمه ضبيحة لله بدل ولده وبالطريقة دي الله ورى إبراهيم إنه الحيوان ممكن يقدموه ضبيحة مؤقتة عن خطية الإنسان لغاية اليوم اللي فيه الله حيقدم الضبيحة الكبيرة اللي بتكفر عن كل خطايا الناس الخطية بتفصل الإنسان عن الله لكن الضبيحة بترجع العلاقة معاه مرة تانية الكتاب المقدس بيكلمنا عن الزول الجاي عشان يكون الضبيحة الكاملة عن خطية العالم كله زي ما الخروف كان الضبيحة بدل ولد إبراهيم
كمان الزول الجاي حيكون الضبيحة بدل كل الناس عشان يغفر خطاياهم. الزول ده هو المسيح الجاي يرجع العلاقة بين الإنسان والله مرة واحدة وبس. الأنبياء اتكلموا كتير بطريقة واضحة عن المسيح قبل ما يجي بسنين كتيرة. أشعياء النبي قال المسيح حيتولد بمعجزة، وإنه الفتاة البكر حتحمل وتلد ولد ويسموه ابن الله بالمعنى الروحي. النبي ميخا قال إنه المسيح حيتولد في بيت لحم، وكمان زكريا النبي قال المسيح حيدخل أورشليم راكب حمار صغير، وكمان قال يهوذا حيخونه. وأشعياء اتكلم عن الحاجات اللي بيعملها المسيح لما نيجي، إنه الله خصصه عشان يبشر المساكين ويداوي القلوب المكسورة ويطالب بالحرية للمسجونين ويوري إنه الوقت جاء عشان الرب يخلص شعبه. المسيح ده كان منو؟ قبل 2000 سنة الله رسل يسوع المسيح. بعض الناس كانوا بيقولوا ده ياهو الزول الأنبياء اتكلموا عنه لما قالوا إنه الله حيرسله عشان يخلص الناس من خطاياهم. هل الكلام ده اللي تنبأوا به الأنبياء تم في حياته لما جعل الأرض؟ وهل صح الزول ده كان أعظم من نبي؟ خلونا نشوف قصته الكتبوها ناس كانوا معاه من الكتاب المقدس. وهنا بيقوم بدور يسوع واحد من الممثلين، مع إنه ما في زول يستحق إنه يمثل الدور ده، لكن نحن عملنا كده عشان نستفيد من حياة يسوع. أنا بكتب ليك يا صاحبي ساوفيلوس بالترتيب عن الحاجات اللي حصلت بيننا عشان تعرف الحقيقة تمام عن كل شيء. في زمن أغسطس قيصر حاكم روما، ولما كان هيرودس ملك اليهودية، الله رسل الملاك جبرائيل لعذراء اسمها مريم في بلد اسمها الناصرة. يا مريم ما تخافي، عشان انت لقيتي بركة من الله، وهسا انت راح تحملي وتولدي ولد وتسميه يسوع. كيف يحدث ذا وأنا عذراء؟ الروح القدس ينزل عليك وراح تولدي ولد مقدس، ويكون اسمه ابن الله العلي، وملكوته ما ينتهي. ومشت مريم عشان تشوف قريبتها إليصابات الحملت بمعجزة عجيبة من الله. إليصابات، مريم، يا أختي مريم، أنت أكثر مرة مباركة بين النسوان، والجنل في بطنك بيكون مبارك، لأنه لما سمعت سلامك الجنل في بطني اتحرك بفرح. بهذا تعظم نفس الرب وتفرح روحي بإلهي مخلصي، ومن حس كل الناس رح يقولوا إني مباركة. أنتوا ساكنين في الناصرة لازم تعرفوا أن أغسطس قيصر أدى أمر عشان يدوا كل الناس في الجليل واليهودية، وكل واحد منكم يكتب اسمه في الحلة أو البلد ولدوه فيها.
ومشت مريم بيت لحم في اليهودية مع خطيبة يوسف عشان تكتب اسمها. ولكن ما لقوا محل في بيت لحم، والمكان الوحيد اللي جوه كان زريبة للحيوانات. وكان في المحل داك ناس صحيين الليل كله بيحرسوا غنمهم، وظهر لهم ملاك من الرب ونور الله نور حولهم. الليلة اتولد لكم في بلد داود مخلص، هو المسيح الرب. وجوا الرعاة بسرعة عشان يشوفوا الجنى المولود في الزريبة. كانوا هم أول ناس بشروا بالإنجيل، يعني الكلام الكويس عن الأم العذراء وميلاد المخلص. بعد أسبوع لما جاء وقت طهور الولد سموه يسوع، وبعد كده يوسف ومريم شالوا الجنى لأورشليم عشان يقدموه لربنا. وهناك في بيت الله كان في راجل صالح اسمه سمعان، وروح الله قال له إنه ما راح يموت إلا لما يشوف المسيح. يا سيد، ممكن حس أتخلي عبدك يموت بسلام زي ما قلت؟ عشان عيوني شافت خلاصك، والله اختار الجنة ده. ربنا يبارككم. ولما كملوا كل شيء حسب قانون موسى خلوا أورشليم ورجعوا للناصرة. ولما يسوع كان عمره 12 سنة، يوسف ومريم شالوه لأورشليم عشان يحضروا عيد الفصح. وهم راجعين لبيتهم افتكروا إنه يسوع معاهم، لكن يسوع اتأخر. قاموا رجعوا المدينة يفتشوا عليه، وبعد 3 أيام لقوه في بيت الله قاعد مع المعلمين والشيوخ. تولد منو المسألة أسئلة زيدي؟ هو من الناصرة، نحن فكرناه مشى معانا، من فضلكم سامحوا. أي زول سمع كلامه استغرب. يا ولدي ليه عملت لنا كده؟ أنا وأبوك كنا تعبانين خالص نفتش عليك. أنت ليه بتفتش علي؟ أنت ما عارفين إنه لازم أعمل شغل أبوي؟ وجمعهم للناصرة، وكان بيزيد في الحكمة، وكان بيكبر ويزيد في النعمة مع الله ومع الناس. وبعد 15 سنة من حكم طيباريوس كان بيلاطس البنطي حاكم على اليهودية، وهيرودس حاكم على الجليل، وحنان وقيافة رؤساء الدين. في الوقت ده الله اتكلم ليوحنا في الخلا، وجلي كل البلاد القريبة من الأردن يبشر بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. خلوا خطيتكم وتعمدوا، والله راح يغفر لكم خطيتكم زي ما كان مكتوب في كتاب النبي أشعياء: في زول بكورك في الخلا، ويقول جهزوا الطريق للرب، جهزوا له طريق عديل يمشي فيه، كل خور يردموه وكل جبل كبير وصغير يساوي مع الواطة، كل طريق معوج يكون عديل، والدرب الكعب
يكون كويس وكل زور راح يشوف. خلاص الله نسوي شنو؟ ايوه كلنا نسوي يا شنو يا اولاد الدبايب؟ دايرا نسوي شنو؟ كلنا السكة بوين؟ اللي عنده قميصين اتنين يدي الزول الما عنده، واللي عنده أكل ادي التانين. ده معلم، نحن بنلم ضرائب، نسوي شنو؟ ما تشيلوا أكتر من حقكم. ونحن كيف؟ نعمل شنو؟ ما تشيلوا قروش الناس بالقوة وما تشتكوا زول بالكذب. كفاية الماهية بتاعتكم. قول لنا انت المسيح؟ انا بعمدكم بموية، في زول جاي هو اقوى كثير مني، انا ما بستحق افك رباط الجسم حقته. هو بعمدكم بالروح القدس والنار وشايل غرباله، بينظف بيه العيش ويلم في المخزن بتاعه. ونزل الروح القدس على يسوع بجسم زي الحمامة، وجاء صوت من السماء وقال: انت ابني اللي بحبه، انا مبسوط بيك. ويسوع كان عمره 30 سنة لما بدأ خدمته، وهو رجع من الأردن مليان بالروح القدس، والروح ساقه للخلاء، وهناك الشيطان جربه لمدة 40 يوم، وطول الوقت ده ما أكل حاجة. والشيطان قال له: لو انت ابن الله قول للحجر ده يبقى عيش. مكتوب انه الزول ما بيعيش بالاكل وبس، لكن بكلام الله. بعد ده الشيطان طلع به فوق جبل وراه كل بلاد الدنيا. أنا بدي كل السلطان والغنى ده كله، لأنه كله في يدي، وأنا بديه للزول اللي أنا داير أديه. كان أنت ركعت لي ده كله هيكون حقك. مكتوب تركع للرب إلهك وتعبده براه. بعد ده الشيطان أخذه لأورشليم وطلع به فوق بيت الله. لو أنت ابن الله أرمي نفسك من هنا، لأنه مكتوب إنه الله بيخلي ملائكته يحفظوه وعلى يدينهم بيشيلوه عشان ما في حجر يعوق كراعك. الله قال ما تجرب الرب إلهك. Thank you.
وجالي الناصرة في المحل الربوه فيه. أهلا. أهلا. وخش بيت الله زي ما كان بيعمل كل يوم سبت. ونادوه عشان يقرأ من كتاب النبي إشعياء. روح الرب علي لأنه اختارني عشان أبشر المساكين. الله رسلني عشان أفك المساجين وأفتح عيون العميانين وأدي حرية للمظلومين وأبشر إنه الوقت جاء عشان الرب يخلص شعبه. هو بيتكلم كويس. الليلة كلام الله ده بيجي حقيقة زي ما سمعته. تم الليلة؟ المسيح براه هو الممكن يحقق الكلام ده. نعرف كيف؟ بدون شك انتوا بتقولوا لي المثل ده يا دكتور عالج نفسك، وبتقولوا لي كمان أعمل في بلدك المعجزات اللي عملتها في كفر ناحوم. أقول لكم ما في نبي بيقبلوا في البلد بتاعته. وهم كانوا دايرين يرموه من الجبل، لكن هو مرق من نصهم وفات. وجالي كفر ناحوم مدينة في الجليل. في الوقت ذاك كان الحكم الروماني في كل مكان، والشعب كان داير المسيح عشان يخلصوا من ظلم الرومان. السلام عليكم. وعليك يا سيد. تمعان، ممكن مركبك يشيلني؟ تفضل. أهو داير يمشي؟ كلمنا 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 يا يسوع، كلمنا كلمنا. دخل راجلين بيطلع عشان يصلوا، واحد كان فريسي واحد كان عشار. الفريسي وقف يصلي في قلبه وقال: أشكرك يا الله عشان أنا ما زي الناس التانين الحرامية الظالمين الزنات. أشكرك عشان أنا ما زي العشار داك. أنا بصوم مرتين في الأسبوع وأدفع العشور من حاجاتي، لكن العشار وقف من بعيد وأبى يرفع راسه فوق السماء ودق على صدره وقال: أرحمني يا الله أنا خاطي. أنا بقول لكم إنه العشار رجع لبيته والله سامح خطيته وما سامح الفريسي. كل زول بيرفع نفسه الله بينزله، وكل زول ينزل نفسه الله بيرفعه. لز المركب ده شوية جوا البحر وأرموا الشبك بتاعكم عشان تقبضوا سمك. يا معلم، تعبنا الليل كله وما مسكنا حاجة.
لكن عشان انت قلتها انا برمي الشبكه. يا يعقوب يا يوحنا، تعالوا هنا بمركبكم عشان تساعدونا. ما نقدر، ايدينا مليانة سمك. كفاية كفاية. يا رب اطلع من مركبي، أنا راجل خاطئ. ما تخاف، من هسا حتمسك ناس بدل السمك. تعالوا لي، أسمعوا كلامي، أسمعوني عشان يكون ليكم حياة. أطلبوا ربنا لأنه موجود، كلموه وهو قريب منكم. الشرير ما يعمل الشر ويخلي أفكاره الكعبة ويرجع لربنا عشان يرحمه كثير ويسامحه ويمرق من عنده، هو فرحان وعنده سلام. يسوع هو جاي، ياهو شوفوا يسوع. يسوع من فضلك من فضلك خلص بنتي ارحمني، هي دارة تموت وهي عمرها 12 سنة، من فضلك تعال معي. يا يرس أنا متأسف. يسوع بيتك ماتت، ماتت تعب المعلم. ما تخاف، آمن بس وهي حتبقى كويسة. ما تبكوا، هي ما ماتت لكن هي نايمة. يا بنتي قومي. أدوها تاكل، أنا دايركم ما كلموا أي زول تاني بالحصل هنا. وبعد ده يسوع شاف عشار اسمه متى من قبيلة لاوي، كان قاعد في المكان اللي بيلموا فيه الضرائب. تعال وراي.
ويسوع طلع للجبل عشان يصلي، وصلى كل الليل لله. وفي الصباح نادى تلاميذه الاثناشر وسماهم رسل. سمعان سماه بطرس، وأخوه أندراوس، يعقوب، ويوحنا، فيلبس، وبرثلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب ولد حلفي، وسمعان الاسم الغيور، ويهوذا أخو يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي الخان يسوع، يا بخت المساكين عشان ليهم ملكوت الله، يا بخت الجعانين عشان هم حيشبعوا، ويا بختكم اللي بتبكوا حسة عشان حتضحكوا، يا بختكم لو الناس كرهوكم ورفضوكم وشتموكم وقالوا انتوا بطالين بسبب ابن الإنسان، افرحوا في اليوم داك وخليكم مبسوطين، لأن الأجر بتاعكم كبير في السماء، لأن أبهاتهم عملوا كده للأنبياء الزمان. ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر، عشرين، ده كل اللي عندي. تقصد شنو انه ده كل اللي عندك؟ مصيبتكم كبيرة انتو يا الغنيانين حسة، لأنكم عايشين مرتاحين. هو ما داري يكون غنيان، الزول ده مجنون. مصيبتكم يا اللي بتضحكوا هسع، لأنكم حتزعلوا وتبكوا. مصيبتكم لما الناس يمدحوكم، لأن أبهاتهم عملوا كده للأنبياء الكذابين. لكن أنتوا اللي بتسمعوني، حبوا أعداءكم، عاملوا الناس اللي بيكرهوكم كويس، باركوا اللي بيشتموكم، صلوا للناس اللي بيعملوكم بطال. لو الزول أداك كف في وشك، أديه والجنب التانية كمان. لو الزول شال قميصك، أديه وبنطلونك كمان. وأي زول بيشحدك، أديه. وأي زول شال حاجة منك، مشي لمنه تاني. عامل الناس زي ما انت عايز الناس يعاملوك. لو حبيتوا الناس اللي بيحبوكم بس، كيف يكون ليكم بركة؟ لأنه البطالين بيحبوا اللي بيحبوهم، ولو عملتوا كويس للناس اللي بيعملوا ليكم كويس، كيف يكون ليكم بركة؟ حتى الناس البطالين بيعملوا كده. كيف يا المسا؟ كيف يتكلم معه؟ ده كلام كعب. يا
لا، حبوا أعداءكم، عملوهم كويس، سلفوهم وما تستنوا يرجعوا لكم أي حاجة علشان الأجر بتاعكم يكون كبير وتبقوا أولاد الله العلي، لأنه طيب مع الأشرار ومع الناس اللي بيشكروا، أرحم الناس زي ما أبوكم رحيم. خلصنا يا يسوع. ما تحكموا على الناس عشان ما تتحاكموا، ما تلوموا الناس عشان ما يلوموكم، سامحوا الناس عشان يسامحوكم. يا رب ساعدنا. أدوا وإنتوا كمان بدوكم، لأنه قدر ما بتدوا الناس بدوكم. ما في زول عميان بيسوق له عميان تاني، لأنه لو عمل كده حيقعوا الاثنين في حفرة. ليه بتشوف القشة في عين أخوك وتنسى الخشب الكبير في عينك؟ علمنا يا سيد. يا رب نحن محتاجين ليك يا بخت أمك الولدتك وربتك. لكن يا بخت الناس اللي بيسمعوا كلام الله وبيعملوا بيه. الراجل ده منو؟ تفتكر ده بيكون المسيح؟ الفريسي ده طلب من يسوع عشان يأكل معاه، ويسوع دخل بيته وقعد يأكل معاه. أمشوا يا أولاد أمشوا، سمعتوني؟ أمشوا، هم أولاد بيحبوا الدوشة. أنا ما بعرف. كان بيعرف منو المرة اللي بتلمسه. هي مرة خاطية وشريرة. أنا بعرف منو المرة دي يا سمعان، لكن اسمع، كان في زول سلف قروش لاثنين، واحد 500 جنيه والتاني 50 جنيه، ولما كان ما عندهم قروش يدفعوها سامحهم الاثنين. تفتكر منو فيهم اللي بيحبوا أكتر؟ أنا بفتكر الزول اللي هو سامح أكتر. تمام، شايف المرة دي؟ أنا مما دخلت بيتك مدتني موية عشان أغسل رجلي، لكن هي غسلت رجلي بدموعة ومسحتها بشعر راسها. أنت ما سلمت علي ببوسة، لكن مما جيت هي ما بطلت تبوس كرعيني. أنت ما مسحت راسي بالزيت، لكن هي مسحت كرعيني بالريحة. أنا داير أقول لك هي حبت كثير عشان خطاياها الكثيرة انغفرت. قلبي يغفروا له شوية بحب شوية. الخطية حقتك مغفورة، إيمانك خلصك، أمشي بسلام. بعد ده يسوع بدأ يمشي من محل لمحل يبشر بملكوت الله، وكان معه 12 تلميذ وشوية من النسوان الشفاهم من الأرواح الشريرة، وهم مريم المجدلية ويوانا مرت خوزي وكيل هيرودس وسوسنة
ولكن هيرودس الروماني حاكم الجليل خدت يوحنا المعمدان في السجن لأنه قال له ما صح تعرس مرت أخوك. ويس. ولما وصلنا بلد اسمه نايم طلع ناس شايلين زول ميت وهو ولد وحيد أبوه ميت. ولما يسوع شافه قلبه شفق عليه ولمس العنقريب وقال يا ولد قوم على حيلك، وقام الولد وقعد على حيله ويسوع سلم لأمه. أسأله قولوا هل أنت الزول اللي يوحنا تكلم عنه أو ننتظر زول تاني؟ يا سيد يا سيد يوحنا المعمدان رسلنا ليك يسأل هل أنت هو زول الجاي ولا ننتظر زول تاني؟ قولوا له يوحنا شفت شنو وسمعت شنو؟ العميانين بشوفوا والمكسرين بيمشوا، ويا بخت الزول اللي ما عنده شك فيني. من فضلك ارفعني فوق. اطلع في كتفي، انت شايف حسة؟ انا شايف يسوع. كان في مزارع مشى يزرع، وهو بيزرع وقع منه بزر في الطريق وداسوه، وجاءت الطيور واكلته، ووقع منه على الحجر، ولما قام نشف لان الارض ما كان فيها مويه، ووقع بزر وسط الشوك وقام سوا مع الشوك والشوك خنقه، ووقع بزر في أرض كويسة والزرع جاب تيراب كتير كل واحد 100 حبة. يا سيد ليه تتكلم بأمثال لما ناس كتار بيكونوا معك؟ الله وراكم كيف تعرفوا أسرار ملكوته، لكن الناس التانين وراهم بالأمثال، يعينوا لكن ما بشوفوا، بيسمعوا لكن ما بيفهموا. المثل ده معناه كده. البزر هو كلام الله. البزر الوقع في الطريق هم الناس سمعوا الكلام، لكن يجي الشيطان ويشيل كلام الله من قلوبهم عشان ما يخليهم يآمنوا ويخلصوا. البزر الوقع على الحجر هم الناس سمعوا كلام الله وقبلوه بفرح، لكن ما عندهم جذور، يآمنوا لوقت بسيط ولما تجي التجربة عليهم يرجعوا عن إيمانهم. البزر الوقع وسط الشوك هم الناس اللي بيسمعوا، لكن المشاكل والغنى وشهوة الدنيا بتخنقهم، عشان كده ما بيجيبوا تراب. والوقع في الأرض الكويسة هم الناس اللي بيسمعوا كلام الله ويحفظوا في قلوبهم الكويسة ويستمروا لغاية ما يجيبوا تراب. ما في زول بيولع اللمبة ويغطيها بصحن أو يخطها تحت السرير، لكن يعلقها في محل عالي عشان الناس يشوفوا النور لما يخشوا البيت. الشل بتدسوه هنشوفه، والسر المغطى هيعرفوه ويكشفوه. خلوا بالكم لما تسمعوا، لأنه اللي عنده حاجة هيدو زيادة، والما عنده حاجة لكن فاكر عنده حاجة هيشيلوها منه. يا معلم، أمك وأخوانك واقفين برا دايرين يشوفوك. أمي وأخواني هم الناس اللي بيسمعوا كلام الله ويعملوا به.
وفي يوم خش يسوع مع تلاميذه في مركب وقال لهم خلونا نقطع البحر. ولما كانوا ماشيين بالمركب يسوع نام. وين إيمانكم؟ وقطعوا البحر وجوا بالمركب لبلد الجدريين. يسوع يا ابن الله العالي، دير مني شنو؟ من فضلك ما تعذبني. اسمك منو؟ ليجون. يا رب من فضلك ما ترسلنا للهاوية، خلينا ندخل في الكداريك ديل. ارجعوا اقف. والشياطين مرقوا من الراجل ودخلوا في الكداريك. امشي من هنا يا سحار، خلينا امشي من محلنا، خلينا امشي من هنا. امشي وراك محل ما تمشي، خليني امشي معاك. أرجع لأهلك وقول لهم الله عمل لك شنو. يا سيد
خلي الناس يمشوا عشان يمشوا الحلة والمزارع القريبة هنا علشان يلقوا أكل ومحل النوم عشان المكان دخله. أدوهم أنتوا حاجة يأكلوها، لكن عندنا 5 عيشات وسمكتين بس. مبارك أنت أيها الرب الإله ملك السماء والأرض، أنت اللي بتطلع الأكل من الأرض. معجزة عجيبة. الناس بيقولوا أنا منو؟ في ناس بيقولوا أنت يوحنا المعمدان، وناس بيقولوا إنك النبي إيليا، وناس تانيين بيقولوا في واحد من الأنبياء القدام قام من الموت. لكن أنتوا بتقولوا أنا منو؟ أنت مسيح الله. ما تقولوا كده لزول تاني، ابن الإنسان لازم يرفضه ويتعذب كتير وماشين يقتلوه، لكن في اليوم الثالث حيقوم. هزول منكم داير يمشي معاي؟ أنا را أمشي معك يا سيد، ولكن خليني أمشي وأسلم على أهلي. أي زول بحج زراعته ويعاين وراه ما بينفع في ملكوت الله. أي واحد داير يجي وراي لازم ينسى نفسه ويشيل صليبه كل يوم ويجي وراي. كل زول داير يخلص نفسه بيخسره، والزول اللي بيخسر نفسه عشاني حيخلصه، لأنه الفائدة شنو لو زول كسب الدنيا كلها وخسر نفسه؟ لو أي زول يخجل مني ومن كلامي، كمان ابن الإنسان حيخجل منه لما يجي في مجده ومجد الله والملائكة المقدسين. أنا بقول لكم في ناس هنا ما بيموتوا لغاية ما يشوفوا ملكوت الله. وبعد ده يسوع مشى فوق الجبل عشان يصلي، وساق معاه يوحنا ويعقوب وبطرس.
ولما كان بيصلي وشه اتغير وملابسه بقت بيضة شديد، وظهر له اتنين رجال بمجد سماوي وهم موسى وإيليا، وقعدوا يتكلموا معاه. انت ماشي تتم مشيئة الله، راح تموت في أورشليم. ولما خلوه بطرس قال له: يا معلم، دي حاجة كويسة نكون هنا، فنعمل لنا ثلاثة راكوبة، واحدة لي. ولما كان بطرس بيتكلم جات سحابة فوق، واحدة لإيليا، والتلاميذ خافوا وسمعوا صوت من جوا السحابة بيقول لهم: ده ابني اللي أنا اخترته، أسمعوا كلامه. يا معلم يا معلم، من فضلك شوف ولدي، أرجوك أرجوك ساعدني، لأنه هو ولدي الوحيد، وأنا سألت تلاميذك عشان يمرقوا منه الروح الشرير ولكن ما قدروا. يا الناس الما مؤمنين والبطالين، لمتين أكون معاكم واصبر عليكم، جيب ولدك هنا. وكمان وش بقى كويس، دي حاجة عجيبة. علمنا كيف نصلي زي ما يوحنا علم تلاميذه. لما تصلوا قولوا: أبونا في السماء، ليتقدس اسمك، يجي ملكوتك زي ما في السماء كمان على الأرض، أدينا أكل كفاية كل يوم، سامحنا على خطايانا زي ما نحن بنسامح الناس اللي بيعملوا لينا بطال، ما تدخلنا في تجربة لكن خلصنا من الشر. أسألوا بيدوكم، أطلبوا بتلقوا، دقوا الباب بينفتح ليكم، لأنه اللي بيسأل بياخد، واللي بيطلب بيلقى، واللي بيدق الباب بينفتح ليه. في أي واحد منكم يدي ولده دبيب لما يطلب منه سمكة، أو عقرب لما يطلب منه بيضة؟ أنتوا الأشرار بتعرفوا تدوا أولادكم حاجات كويسة،
وقدر شنو أبوكم في السماء بيد كثير جدا لكل زول يطلب منه. أنا بقول لكم ما تفكروا في حياتكم راح تاكلوا شنو، وما تفكروا في جسمكم راح تلبسوا شنو، عشان الحياة أحسن من الأكل والجسم أحسن من اللبس. شوفوا الغربان ما بتزرع ولا بتحصد وما عند بيت ولا مخزن، والله بديها أكل. أنتوا ما أحسن بكثير من الطيور؟ منو فيكم لمن يهتم يقدر يزيد في عمره؟ ولو ما بتقدروا على البسيط ليه بتهتموا بالكثير؟ شوفوا الزهور كيف بتقوم وهي ما بتتعب، وسليمان في كل العظمة بتاعته ما كان بيلبس زي أي واحدة منها. وإذا الله يهتم بالقش اللي بيقوم الليلة وبكرة يرموه في النار، منو حيهتم بيكم كثير جدا؟ يا قليلي الإيمان زيد إيماننا. لو عندكم إيمان بسيط زي حبة الخردل تقولوا للشجرة دي قومي وأمشي أزرع نفسك في البحر وحتسمع كلامكم. تجارب الخطية بتجي لكن مصيبة للبيجيبة، أخر ليه لو ربطوا حجر في رقبته وجدعوه في البحر بدل ما يخلي واحد من الصغار يعمل خطية. ملكوت الله بيشبه شنو؟ هو زي ده، زول شال حبة الخردل ورماها في مزرعة وكبرت وبقت شجرة كبيرة، والطيور عملت بيوت في فروعة. أنا ما بعرف هو بقول شنو. لا أنت بتأكل وتشرب مع العشارين وناس الخاطين. الناس الكويسين ما دايرين دكتور، لكن العيانين دايرين دكتور. أنا ما جيت للناس الكويسين عشان يتوبوا، لكن للبطالين. كلمنا زيادة عن الملكوت في حاجة تانية؟ ما تخافوا يا ولادي، حس أبوكم مبسوط عشان يديكم الملكوت. بيعوا كل حاجة عندكم، ودوا القروش للمساكين، وأعملوا أكياس ما بتشرط، وخدوا قروشكم في السماء عشان ما تنقص، لأنه هناك ما في حرامية وما في سوس يخربة. الزول بخط قلبه في محل القروش حقته. يا مرة انت مفكوكة من مرضك. اها شوفوا شوفوا بقت كويسة، معجزة هي بقت كويسة. تعالوا شوفوا. ما 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 مجدن للرب. بعد 18 سنة الله معاك يا معلم. في 6 يوم بس للشغل، تعالوا في الأيام دي للعلاج ومش في يوم السبت. يا مستهبلين، منو فيكم ما بفك حماره أو توره ويسوقه يشرب في يوم السبت؟ هسا عدي بنت إبراهيم الشيطان مربطة 18 سنة، ما ممكن يفكوها يوم السبت؟
يا معلم يا صالح، أسوي شنو عشان ألقى الحياة الأبدية؟ ليه بتسميني صالح؟ ما في زول صالح إلا الله. أنت عارف الوصايا، ما تمشي لمر الزول، ما تقتل زول، ما تشهد بالكذب، احترم أبوك وأمك. الكلام ده أنا سويته كله من أنا صغير. في حاجة تاني لازم تعملها، بيع كل حاجة وأدي للمساكين ويكون لك كنز في السماء، بعد ذاك تعال وراي. لكن احنا تجار أغنية. صعب للزول الغني يدخل ملكوت الله، دخول الزول الغني في ملكوت الله أصعب بكثير من دخول الجمل في قد الإبرة. فمنو رأي خلص؟ الما بيقدر عليه الناس الله بيقدر عليه. وين بالضبط رح يكون ملكوت الله؟ ملكوت الله ما بيجي بطريقة ممكن الزول يشوفه، ما في زول يقدر يقول يا هو هنا أو هناك، عشان ملكوت الله فيكم. حيجي وقت تكونوا دايرين تشوفوا يوم من أيام ابن الإنسان، لكن ما بتشوفوا، لأنه زي ما البرق بيصهر في السماء بينور من جهة لجهة، ده حيحصل لما ابن الإنسان يجي، لكن لازم في الأول يتألم كتير وناس الزمن ديل يرفضوه. السماء والأرض ممكن ينتهوا، لكن أي كلمة من كلام الله ما بتروح. وأنا بقول لكم أنبياء وملوك كثيرين كانوا دايرين يشوفوا الانتو شايفينه ده وما شافوه، والانتو سمعتوه وما سمعوه. نحن نعمل شنو؟ كلام الله بيقول شنو وانت بتفهمه كيف؟ تحب رب إلهك بكل قلبك ونفسك وقوتك وبفكرك كله، وتحب قريبك زي نفسك. كلامك صح، أعمل كده عشان انت تعيش. منو قريبي؟ ما على عساكر ديل. وشنو بخصوص قيصر؟ كان في زول جاي من أورشليم وماشي لأريحة، وحرامي هاجموه وقبضوه وضربوه وخلوه بين حي وميت. كان في قسيس ماشي في الطريق ده، لما شافه خلاه ومشى. وبرضو راجل من قبيلة لاوي شافه وبرضو خلاه ومشى. لكن زول من السامرة كان مسافر بنفس الطريق، لما شافه حن عليه وجا جنبه وكب زيت ودواء على الجروح بتاعته، وركبه على حماره ومشابهه للكوندا وخلى باله منه. وفي الصباح أدى صاحب اللكوندا قروش وقال له خلي بالك منه كويس، ولما أرجع أدفع لك كل القروش الزيادة. منو من الناس الثلاثة ديل بقى أقرب للزول الدقوه الحرامية؟ الزول عمل له كويس. انتو كمان سووا كده. خلوا الأولاد الصغار يجوني وما تمنعوهم، عشان ملكوت الله للأولاد ديل. أنا بقول لكم الحقيقة دي، كل زول ما بيقدر يقبل ملكوت الله زي الجندة ما بيقدر يدخل ملكوت الله. اللي بيقبل الجندة باسمي يقبلني، واللي بيقبلني يقبل الزول اللي رسلني. الصغير فيكم هو الكبير. شنو حصل؟ شنو؟ يسوع الناصري هو الجاي. يسوع
يسوع ابن داود من فضلك ارحمني. دايرني اعمل لك شنو؟ داير اشوف تاني. طيب شوف، ايمانك شفاك. انا شايف، انا شايف، انا شايف. بالحقيقة الزول ده نبي ربي وسيدي، خلصني. يا رب خلصنا، خلصنا. مد للرب يا رب، ورينا طريق. ده زول عشاه. انزل بسرعة يا زكا، انا لازم امشي بيتك. بيتي؟ منو داير يمشي بيته؟ كيف زكا عرف يسوع؟ اسمع، أنا بدي نص قروشي للمساكين، وإذا أنا ظلمت أي زول برجع حقه 4 مرات. أنا ما بصدق إنه أشار بيرجع قروشه للناس، ما ممكن. ليه اللي حصل خلاص في البيت ده؟ الزول ده هو من أولاد إبراهيم، ابن الإنسان جاء عشان يفتش ويخلص الضايعين. أسمعوا، حنمشي لأورشليم وحيتم الكلام اللي كتبوا الأنبياء عن ابن الإنسان، حيسلموا لناس الدنيا وحيضحكوا عليه ويتفوا عليه ويشتموه ويضربوه ويقتلوا، وفي اليوم الثالث ماشي يقوم. ويسوع مشى طوالي لأورشليم. معلم كلم تلاميذك عشان يسكتوا. أنا بقول لكم لو سكت الناس الحجار ما حتسكت. السلام، المجد، الكرامة.
لو كان في اليوم ده قدرتي تعرفي طريق سلامك، لكن انت ما شفتي. حتيجي أيام أعدائك ماشيين يحوطوكي ويضايقوكي شديد من كل جهة، في الآخر حيخربوكي انت وأولادك وما يخلوا فيك حجر على حجر، لأنك ما عرفت اليوم ربنا جاي يزورك فيه. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 22، 23، 24، 25، 26، 27. ومكتوب بيتي حيكون بيت صلاة وانتو خليتوا محل حرامية. راجل ده بيسأل في شنو؟ وقفوا وقفوا. جيبوا ليس، جيبوا ليس. أنا سمعت من ناس كثيرين بيقولوا أنه هو ملك. ملك؟ ملك بتاع حرامية وشحاتين. شفنا زيه قبل كده بياجوا يتكلموا ويمشوا والناس بينسوهم. ما تكون أعمى، اللي بيمشي وراه بيزيدوا كل يوم والناس مبسوطين منه. تفتكر أنه هو ملك؟ خلوا بالكم من كلامي، لو الزول ده عمل ده وشتاني أنا راح ناديكم. يمكن هو صح، بعد ده لازم نقف ضد الزول ده. ولما زاد هجوم يسوع على الكتبة والفريسيين المستهبلين، زاد كمان عدد الناس اليهود اللي كانوا دايرين يمشوا وراه. في نفس الوقت ده زادت المعارضة من الناس الحكم عليهم. ده شوية خالص، ممكن تزيدوا؟ أنا بقول ليكم المرة المسكينة دي خدت أكتر من الناس ديل كلهم، لأنهم كانوا بيخطوا الفضل من القروش الكثيرة اللي عندهم، لكن هي المسكينة دي خدت كل القروش اللي عندها. كلنا بأي سلطان بتقول الكلام ده؟ منو أداك السلطان ده؟ خلوني أسألكم سؤال، قولوا لي، معمودية يوحنا من الله ولا من الناس؟ راح نقول شنو؟ لو قلنا من الله هو راح يقول لنا ليه ما قبلتوه؟ لو قلنا من الناس حيضربونا بالحجارة عشان هم عارفين أنه يوحنا نبي. احنا ما عارفين جات من وين، ولا أنا بقول لكم بأي سلطان أنا بعمل الحاجات دي. مرة كان في راجل عنده جنينة عنب وشغل فيها ناس وسافر لمدة طويلة، ولما جو يلموا العنب رسل خدامه للشغالين عشان ياخدوا منهم العنب حقه، لكنهم دقوا الخدام ورسلوه بدون أي شيء. قام رسل خدام تاني
لكن المؤجرين دقوه كمان وحجروا به ورسلوه بدون أي شيء. وبعدين رسل خدام ثالث قاموا جرحوه كمان وطردوه برا. قام صاحب الجنينة قال لنفسه أنا أعمل شنو؟ أنا حأرسل لهم ولدي أكيد هم حيحترموه. لكن لما المؤجرين شافوا قالوا لبعضهم ده ولد صاحب الجنينة نقوم نقتله عشان تبقى الجنينة حقتنا. كلمنا زيادة وقاموا جدعوه برا من الجنينة وقتلوه. سيد الجنينة يسوي شنو للناس المؤجرين ديل؟ حيجي ويقتل الناس ديل ويدي الجنينة لناس تانين. الكلام ده معناه شنو؟ الحجر رفضوا البنايين وقالوا إنه بطال بقى أهم حجر. أي زول بقع فوق الحجر ده حيتكسر شديد، وأي زول الحجر ده يقع عليه حيطحن وطحن. يا معلم نحن عارفين إنه التعليم بتاعك صح، نحن عارفين إنك ما بتعمل فرق بين الناس، ولكن بتعلم الحقيقة عن مشيئة الله للإنسان. كلنا هل القانون بتاعنا يسمح لنا ندفع للرومان ضريبة ولا لا؟ خلي بالك هو بجربك. وروني ريال. الصورة والكتابة دي بتاعت منو؟ لقيصر. أدوا لقيصر الحاجات بتاعت قيصر، وأدوا لله الحاجات بتاعت الله. جوابك شنو؟ وقرب عيد الفطير اللي بيسموه عيد الفصح. ويسوع رسل سمعان بطرس ويوحنا عشان يجهزوا الفصح. أنا بتمنى أكل معاكم الفصح ده قبل ما أتألم. أنا بقول ليكم أنا ما حأكل منه لغاية ما يتم معناه في ملكوت الله. مبارك أنت الرب الإله ملك السماء والأرض اللي بتطلع الأكل من الواطة. شيلوا ده وقسموا بينكم. أنا بقول ليكم أنا ما بشرب من عصير العنب لغاية ما يجي ملكوت الله. مبارك أنت الرب إلهنا ملك السماء والأرض اللي بتطلع الأكل من الواطة. ده جسدي اللي بقدمه ليكم، أعملوا كده عشان تتذكروني. الكاس ده هو العهد الجديد بدمي اتدفق عشانكم. لكن شوفوا يد الزول اللي بيسلمني، هو معاي في الترابيزة، وابن الإنسان حيموت زي ما هو مكتوب، لكن مصيبة للزول اللي حيسلمه. ما ممكن مستحيل. منو اللي بيسلمك؟ الزول الكبير فيكم يكون زي الصغير،
والرئيس يكون زي الخدام لأنه منو الكبير، الزول القاعد يأكل ولا الزول اللي بيخدموه؟ الزول القاعد يأكل طبعا، لكن أنا بينكم كنت زي الخدام. انتوا وقفتوا معاي في الوقت الصعب زي ما أبوي اداني سلطان عشان أحكم، أنا برضو حديكم نفس السلطان. انتوا حتاكلوا وتشربوا معاي في الملكوت، ومن الوقت داك انتوا حتحكموا قبائل إسرائيل الاثناشر. يعني ما في زول خاين هنا؟ سمعان سمعان، خلي بالك الشيطان داير يجربكم كلكم عشان يفرق الكويس من البطال، زي ما المزارع بفرق القمح من القش. لكن أنا صليت يا سمعان عشان إيمانك ما ينتهي، وإنت لما ترجع لازم تقوي أخوانك. يا رب، أنا قبلان أمشي السجن معاك وأموت معاك. أنا بقول ليك يا بطرس، الليلة قبل ما أديك يكورك أنت حتنكرني 3 مرات إنك ما بتعرفني. وكت رسلتكم بدون قروش ولا أكل، هل نقصت ليكم أي حاجة؟ لا ولا شيء. لكن حسل عنده كيس أو شنطة يشيله، والما عنده سيف يبيع جلابيته ويشتري له سيف. أقول ليكم مكتوب في كلام الله إنه حيحسبوا بين الناس الأشرار، والكلام المكتوب عني لازم يكون حقيقة. شوف في سيفين يا رب. ده كفاية. ومجلس الشيوخ عمل اجتماع عشان يشوفوا طريقة يتخلصوا بيها من يسوع، ودخل الشيطان في قلب يهوذا الإسخريوطي وهو واحد من التلاميذ الاثناشر. صلوا عشان ما تخشوا في تجربة. يا أبوي، لو أنت داير شيل مني الكاس ده، لكن مش زي ما أنا داير، لكن زي ما أنت داير. وظهر له ملاك من السماء عشان يديه قوة، وكان العرق بتاعه بينزل على الواطة زي الدم. ليه انتوا نايمين؟ قوموا وصلوا عشان ما تدخلوا في تجربة.
يهوذا. ببوسة انت بتسلم ابن الانسان. يا رب نضرب بالسيف. تعالوا اقبضوه. كفاية ده. معجزة. انت جيتوني بسيوف وعصايات كأنه أنا مجرم، وأنا كنت معاكم كل يوم في بيت الصلاة وما قدرتوا تقبضوني، لكن ده الوقت بتاعكم عشان ما يحكم سلطان الشر. أقبضوا. أحرسوا كويس. ولينا رايح صل شنو؟ هل راح تخلصنا يا سيد الملك؟ راح تخلصنا؟ الراجل ده ذاته كان مع يسوع. يا مرة أنا ما بعرفه. أنا شفته معاه. هو بيشعر بشنو لما يعاين للزول فوق؟ وانت واحد منه؟ لا ما انا. بالحقيقة الراجل ده كان مع يسوع لأنه من الجليل. أمشي. أنا ما عارف أنت بتقول شنو. يسوع عاين لبطرس، وبعدين بطرس اتذكر كلام يسوع اللي قاله ليه إنه قبل ما اديكي كورك الليلة راح تنكرني 3 مرات. يا رب بطلب منك تسامحني حسب عظمتك وقوتك يا رب. انت غفرت لأبهاتنا لما ما سمعوا كلامك، وانت زعلت منهم لكن ما موتهم عشان محبتك ووعدك وأمانتك. أنت حافظت عليهم وما موتهم. منو ضربك؟ منو؟ ولينا. منو اللي بيضربك تاني؟ كفاية. قلت كفاية. جيبوه قدام المجلس. أمشي. Thank you.
قل لنا، هل أنت المسيح؟ لو أنا قلت لكم ما بتصدقوني، وإذا سألتكم سؤال أنتم ما بتجاوبوني. ولكن من الليلة ابن الإنسان حيكون قاعد على يمين الله العظيم. هل أنت ابن الله؟ أنا هو. هناك داو سلطان يقول كده مذنب. نحن بأنفسنا سمعنا كلامه. ودوه لبلاطس. نعم نعم ودوه. حركوا. وأخذوه لبيلاطس البنطي الحاكم الروماني الشرير، وهو كان مسؤول عن صلب الآلاف من الناس. انتو دايرين شنو هنا في الوقت البدري ده؟ مسكنا الراجل ده وهو بيخرب الناس وعمل جوطة شديدة في بيت الله. الحكم بتاعه شنو؟ احكم عليه. ما في أي سبب عشان أحكم على الزول ده. لقناه هو غلطان، بيقول للناس ما يدفع ضرائب لقيصر، ويقول انه هو المسيح الملك. ملك؟ هل أنت ملك اليهود؟ أنت بتقول هو بدأ في الجليل وحس جاء هنا في الجليل؟ الزول ده من الجليل؟ عشان كده نخلي هيرودس يشوف مشكلته. هو لسه هنا في أورشليم، ودوا له هيرودس. انت بتقول انت منو؟ منو اللي بتسميهم تلاميذك؟ ناس كتار بيقولوا انك بتعمل معجزات. اعمل لي حاجة سيدي. هو كان بيخرب الناس وبيقول انه الملك. سول ده ملك؟ سيدي الملك، قدموا له التحية. رجعوه لبلاطس لأنه دي بلده. الزول ده ما عمل حاجة بتستحق الموت؟ أنا راح أخليه يتجلد وبعدين أفكه.
انت لازم تفك لنا مسجون واحد في العيد ده. فك لنا باراباس؟ ايوه وشيل الراجل ده. ايوه ادينا باراباس. اصلبوه. ايوه اصلبوه. انت اجلدوا. مستني شنو يا بيلاطس؟ ده يسوع. ليه بتعذبوه؟ فكوه، هو المسيح. هو ما عمل حاجة. ارفعوا. أنا سمعان القيروان. تعال هنا. أقطع حبال. كيلو. اتحرك. لورا. لورا. خلوه. اتحرك وافتح الطريق. نبكي عليك يا رب. اشرب 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 يا رب. يا بنات أورشليم، ما تبكوا عليه، لكن أبكوا على أنفسكم وأولادكم. لو هم عملوا كده بالعود اللين، كيف حيعملوا بالعود اليابس؟ الله يساعدك. راح نصلي عشانه. تحرك من هنا. تمام. بسرعة بسرعة. تحرك أنت. تحرك أنت. أمشي بسرعة بسرعة بسرعة. تحرك. هسه عاد أمشي قدام. قدم سريع. Thank you.
شيلو. اغفر ليهم يا ابوي، هم ما عارفين بيعملوا في شنو. خلص ناس تانين، خليه يخلص نفسه. أيوة خلص نفسك إذا كنت أنت المسيح. أيوة أنزل من الصليب، ورينا واحدة من معجزاتك. شوفوا توب ده سامح كيف. اديني فيكو، ماذا شروطه؟ اقول لكم خلينا نعمل قرعة. يا مازوز انت شوتو تاني رات على شنو حسا بعد ما كسبتو. وخدت فوق راسه خشبة مكتوب عليها دملك اليهود. خلص نفسك إذا كنت أنت ملك اليهود. هل انت المسيح؟ خلص نفسك ونحن. انت ما بتخاف الله؟ هو اخذ نفسه لكم.
زيك وما عمل حاجة بطالة. ذكرني يا يسوع لما تجي كملك. أنا بقول لك الليلة حتكون في الفردوس معاي. وفي نص النهار حصل ظلام على كل الأرض لمدة 3 ساعات. والستارة في بيت الله انشقت من نصها. يا أبوي في إيدك بسلمك روحي. المجد لله. بالحقيقة الزول ده كان زول كويس. ويوسف من الرامة عضو في مجلس اليهود الديني، ما كان قبلان بالعمل ده. هو أخذ إذن من بيلاطس عشان يخد جسد يسوع في القبر قبل ما يبدأ يوم الصلاة في المساء. سامحنا عشان نحن ماشيين ورا جسد يسوع. اتفضلوا كلكم تعالوا، يوم السبت قرب يجي. يوم الأحد في الصباح بدري جوا للقبر شايلين معاهم بخور وريحة. ليش نبتفتش الزول الحي بين الميتين؟
هو ما هنا، لكن هو قام. اتذكروا الكلام اللي قالوا ليكم لما كان معاكم في الجليل. ابن الإنسان راح يسلمه لناس خاطيين ويصلبوا، وفي اليوم الثالث يقوم. اسمعوني، الحجر شالوه من القبر، تغنى والجسد بتاع الرب ما في. شنو؟ جسد الرب ما في؟ وملكين ظهروا لينا لمعين زي الشمس وقالوا لينا لا تفتش الحي بين الميتين، دي حقيقة. صدقونا صدقونا، شفناهم. امشوا شوفوا براكم، القبر فاضي وربنا ما فيه. يا بطرس لازم تصدقونا. في الحقيقة ربنا قام وظهر لسمعان، ما عرفناه في طريق، لكن لما كسر الرغيف نحن عرفناه في عمواس. شي غريب ان يمشي هناك. السلام عليكم. ليه انتوا خايفين؟ ليه الشكوك دي في افكاركم؟ عينه يديني ورجليني، انا ياهو ذاته المسوني، وتاكدوا الروح ما عنده جسم وعظم زي ما انتوا شايفين عندي، وده الكلام اللي انا قلته ليكم لما كنت معاكم. كل حاجة مكتوبة عني في ناموس موسى وكتب الأنبياء والمزامير لازم تتم، وده الكلام اللي كان مكتوب إنه المسيح لازم يتعذب ويموت ويقوم في اليوم الثالث، وباسم الناس يبشروا بالتوبة ومغفرة الخطايا في كل البلاد، والبداية من أورشليم. وإنتوا شهود على الكلام ده، وأنا بنفسي برسل ليكم وعد أبوي، انتظروا في أورشليم لغاية القوة من فوق تنزل عليكم. الله يبارككم ويحفظكم. الله اداني كل السلطة في السماء والأرض، فأمشوا وتلمزوا كل البلاد وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم يحفظوا كل الكلام اللي أنا وصيتكم به، وأنا حاكون معاكم كل الأيام لغاية نهاية الدنيا. آمين. الله بيقول في الكتاب المقدس إن المسيح بيجي عشان يخلص العالم، والحياة بتاعت يسوع المسيح بتورينا إنه
هو الزول اللي تكلم عنه الأنبياء. أشعياء اتنبأ وقال العذراء ماشية تحمل وتولد ابنا، وبعد سنين كثيرة تمت ولادة يسوع حسب النبوة. الكتاب المقدس قال كمان إن القدوس المولود من العذراء اسمه حيكون ابن الله، وكده كان يسوع ابن الله بالمعنى الروحي ما المعنى الجسدي. ونحن شفنا الكلام ده واضح في الطريقة اللي عجبيها يسوع في حياته على الأرض، شفى العيانين وغفر خطاياهم ورجعهم في علاقة مع الله ووعدهم بالحياة الأبدية، وقدم نفسه ضبيحة عن الخطية خطية البشر وقام منتصر على الموت. ويسوع قال ما في زول يقدر يشيل حياتي مني، لكن ممكن أنا أسلم حياتي برغبتي. ما بس النبوات اتحققت في يسوع المسيح، لكن أثبتت صحة كلمة الله المقدسة. الأنبياء قالوا كلمة الله ما فيها أي خطأ وهي كمان أبدية. ويسوع نفسه قال السماء والأرض بينتهوا، لكن كلامي ما بينتهي. يسوع جاء عشان يدينا حياة كويسة، لكن الإنسان ما سمع كلام الله لما كان في الجنة ومشى زي ما هو داير، وبالطريقة دي مشى بعيد من ربنا. الكتاب المقدس بيقول إن الناس كلهم عملوا خطية، وعقوبة الخطية هي الموت، وده موت روحي، يعني الزول انفصل عن الله للأبد. زي ما الله أدى إبراهيم خروف ضبيحة بدل ولده، برضو الله أدانا يسوع عشان يموت بدل مننا. وبحياة يسوع وموته وقيامته الله رجع العلاقة بينه وبين كل زول بيآمن به. وبعد ده أي زول ماشي ورا يسوع ما بيغفر له الخطية وبس، لكن بينجيه من حكم الله الأبدي، وعنده مكان مضمون في الفردوس مع الله للأبد. ويسوع ذاته بيقدم لنا الليلة حياة جديدة، ويحررنا من الشعور بالذنب ومن سلطان الخطية. والحياة دي يسوع بيقدمها لكل واحد الليلة، وده ما معناه نحن ماشيين ورا دين معين، لكن علينا أن نختار أن يكون لنا إيمان بيسوع. قال أنا واقف في الباب وبدق، لو في زول سمع صوتي وفتح الباب أنا بدخل له. والكلام ده معناه نرجع لله، ويكون عندنا إيمان إنه يسوع بيدخل حياتنا ويغفر لنا خطايانا ويخلينا نعيش زي ما هو داير. ما كفاية تقبل الكلام ده بعقلك بس أو بالشعور والعواطف، لكن نقبله بالنعمة بإيماننا بيسوع، وده بيتم بإرادتنا. ولما الزول يكون داير يمشي ورا يسوع يمكن يكون داير يتكلم مع الله عن طريق صلاة بسيطة. احتمال أنت داير تسلم حياتك ليسوع هسا، لو أنت داير يمكن تشترك معانا في الصلاة الجاية وترددها في قلبك وإنت ساكت جملة جملة. يا رب يسوع أنا محتاج ليك، بشكرك لأنك مت على الصليب عشان خطاياي، أنا هسع بعترف بالخطايا بتاعتي وبتوب منها، وأنا بفتح باب حياتي وأقبلك مخلصي وسيدي. بشكرك عشان أنت غفرت خطاياي ودتني حياة أبدية. خليني أكون زي الزول اللي أنت دايره يكون، وأنا ماشي وراك. آمين. يسوع قال للناس الماشيين وراه الخرفان بتاعتي بتسمع صوتي وأنا بعرفها وهي بتمشي وراي، عشان تختبر الحياة الكويسة اللي وعدنا بها الرب يسوع المسيح. للناس الماشيين وراه اتكلم مع الله كل يوم بالصلاة، واقرأ واسمع كلامه، وكلم الناس التانيين عن يسوع، واستمر في الشركة مع المؤمنين اللي بيحبوا الله وماشيين وراه،
اتذكر وعده العظيم لمن قال: السلطان بتاع السماء والأرض في يده، أمشوا وأعملوا تلاميذ في كل الأرض وأنا معاكم لغاية نهاية الدنيا. آمين.